بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. برحب فيكم أعزائي الطلاب. موضوعنا اليوم حيكون كيف نعمل جيف أو صورة متحركة خاصة ما يتعلق في الرندر في الماكس. ممكن أطلعها عن طريق الميكس لايت وأدخلها على برنامج الفوتوشوب وأطلع صور متحركة، يعني تعمل لوبينج أو سيكونس إن أوردر، فبيطلعوا بشكل يعبر عن اختلاف مكان الإضاءة. فإذا بتلاحظوا كل صورة فيها وحدة إنارة مختلفة عن الأخرى. ندخل على برنامج الماكس ونشوف الطريقة اللي عملناها، هي عن طريق الميكس لايت. واللي مو فاهم الميكس لايت أو عنده استفسار عنه، في أعلى يمين الشاشة الآن في رابط يوديك على فيديو بيتكلم عن الفريم بفر الخاص بالفيري وكيف نتعامل مع الميكس لايت بشكل عام. الآن بما أنه رندرنا الصورة وهي الصورة فيها أكثر من مصدر ضوئي، لاحظوا مكتوب عنا 9 دقائق، يعني 10 دقائق وقت الرندر. تخيلوا تقريبا 6 صور بصورة واحدة بسبب أو بعشر دقائق، فهذا إشي كثير مميز. الآن هاي الصورة للتيبل لام، إضاءة ثانية، إضاءة الجهة اليمين. الآن هاي مصدر إضاءة على الجهة اليمين. الآن ممكن نشوف إضاءة على الجهة اليسار أو إضاءة السيلينج من الأعلى. ممكن أختار إضاءة من الجهة اليمين. فعنا أكثر من مصدر إضاءة. الآن كيف نسيفهم؟ عن طريق سيف العادية، بسيفهم كصور بي ان جي أو جي بي جي. بعد ما سيبناهم وخلصناهم، الآن حننتقل على برنامج الفوتوشوب عشان نشوف كيف نجمعهم مع بعض ونطلع الصورة اللي هي عبارة عن جيف بشكل عام. وهي الصورة عبارة عن صورة متحركة بشكل أوتوماتيكي خاصة على الفيسبوك على البيهانس والأشياء اللي زي هيك. نروح على برنامج الفوتوشوب مرة ثانية، فايل، وندخل على لود سكريبت، لود فايلز انتو ستاك. من سكريبت هدخل على لود فايلز انتو ستاك، حعمل براوز وادخل على الاربع والخمس صور، 6 صور اللي عندي. على فكرة في عندي صورة هي ambient occlusion AO من الرندر element دخلتها، دخلهم كاملين. ممتاز، عملهم loading، امورهم تمام. الان عشان اشوف التايم لاين لازم اروح على ويندوز. من ويندوز هختار تايم لاين، ظهر لي التايم لاين باسفل القائمة. ممتاز، بتظهر معي في كبسة مباشرة. وهذا الفوتوشوب طبعا حديث، حبعث لكم اياه برابط في اسفل الفيديو ان شاء الله. كرييت فيديو تايم لاين، كليك عليه، جمع عليهم مباشره عندنا هون. حنروح على التولز الخاصه بكستمايزيشن لمنطقه التايم لاين واختار كونفيرت فريمز او ميك فريمز فروم كليبس، كليك عليه، اعطاني اياهم كليبس. عشان احدد الوقت لهم كل كليب كم وقته، بدخل على التايم انيميشن اللي هي 3 مربعات صغيره هون جنب بعض، كليك عليها، بحدد الان قديش وقت لكل صوره. وباي ديفولت معطيني 0.03 تايم، يعني سريع جدا. حكبس الاولى شيفت واضغط على الاخيره واكبس على واحد من التايمز اللي هون واختار 0.5، يعني هون الوقت. فاذا كان نو ديلي فبالحال هاي حيكون سريع جدا جدا جدا. ممكن تحدد الوقت اللي يناسبك، ممكن يكون كل، يعني عن طريق اذرز ممكن تختار كل ربع ساعه تتحرك صوره، يعني بالنهايه انت صاحب القرار. انا بشايف انه 0.5 للثانيه اللي بين كل صوره ممتاز. نعمل بلاي ونشوف هيك نص ثانيه، يعني مشوق نوعا ما مش سيء. يفضل اخر صوره اعملها ازاله لانها بتكون فاضيه باي ديفولت. يس، والان اموري جاهزه، بس اللي اعمل سيف، هروح على فايل واختار اكسبورت، اكسبورت فور ويب او سيف فور ويب. ولاحظوا الاوبشنز اللي عندي، انا عم اعطيه كلرز 256، باي ديفولت الكلرز عندكم 128 عشان يزيد الكواليتي اكثر. الديذر اللي هي الثبات عاده بتكون اقل من 100%، انا عاملها 100%. مختار اوبشن ادابتف، هاي الثلاث اوامر نفعلهم مع بعض امورنا تمام. الان اذا حاب تشوف بريفيو، في عندنا بريفيو بالاسفل، كليك عليه بعطيك بريفيو ل اللي حيطلع معنا بالنهاية. هذا اللي حيطلع معنا إن شاء الله. والآن بس عملية سيفينج على الجهاز عن طريق الأمر سيف. فالأمر سهل جدا وبسيط، وبتمنى تتميزوا فيه وتعملوا أشياء مميزة نشوفها مع بعض. طبعا في صفحتي على الجروب الخاص بالفيسبوك في أسفل الفيديو. أهلا وسهلا فيكم جميعا، تكونوا أصدقائي وحبايبي. السلام عليكم جميعا، ونشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله مميز ورائع.